كثيرين قابلناهم موظفين وموظفات سعوديات يعملون بشغف في كل مشاريع البحر الأحمر. والله العظيم أنه منبهر من الشغف اللي جالسين يعكسون يعني عنا حنا كسعوديين، لأن هم يستقبلون الأجانب من كل مكان. حبيبنا نواف الشهري قلت بأسأله بعض الأسئلة، أنه كيف وصلتم وتوظفتم في شركة البحر الأحمر؟ الحمد لله رب العالمين أن كل جزء مشرف لهذا المشروع تبع خالد الحرمين الشريفين. هذه فرصة عظيمة كسعوديين كسعوديات أن عندنا الفرص والمهارات والقدرات اللازمة أن نكون مكان يشرفنا ويشرف وطننا الغالي. بالنسبة لهذه الأماكن، أولا بتوفيق ربي، ثانيا بجهد الشخص، وتعرف يعني في النهاية أنك تكون في جزء من مشاريع الدولة سواء بجدة أو بالرياض أو البحر الأحمر، هذه فرصة عظيمة لنا ما هي صعبة على أحد زي ما أنا وصلت فيه غيري يوصل، وإن شاء الله يوصل بأماكن أفضل بإذن الله. وننتظر إن شاء الله المشاريع الجاية تفتح ونكون إن شاء الله قدها ونطلع بأفضل صورة لنا ولوطننا بإذن الله. الله، يعتبر أي شخص موظف في هذه الأماكن يعتبر أنه يعني واجهة للسعودية لأنه يستقبل. نحاول نمثل أنفسنا أولاً والوطن بأفضل طريقة، بحيث أنه الناس لما تجي دائماً ما تنسى أما من استقبالها أو من خدماتها وضيوفنا الكرام خاصة من الأجانب. فدائماً نحاول نعكس أفضل صورة لنا ولوطننا وإن شاء الله دائماً نكون مشرفين. الله يعطيكم العافية. أغلبهم اللي خريجين كانوا خريجين من كليات سياحة؟ صحيح، كليات سياحة، وبرضه في عندك أكاديمية منيان بنية الملك، هذه من الجامعات اللي تكون منتهية بالتوظيف البحر الأحمر. وزي ما تشوف عندنا 13 جزيرة أو عدد معين من جزر تفتح عما قريب في نص السنة دي أو في عام 25، نكون فيها إن شاء الله دفع من الطلاب الممتازين والطالبات برضه بإذن الله، نكون إن شاء الله في أفضل صورة. ما شاء الله، موفقين إن شاء الله. طبعا آخر دفعة من كلية بنيان كلها كانت منتهية بالتوظيف. صحيح. أي أحد يدرس هناك؟ بالضبط. يجي على حسب طبعا كل شخص مهارته وشطارته. الأولوية للي أفضل في مواجهة بناء على اللي شيء يفضل من ناحية الأقسام الداخلية، ولكن الكل بياخذ الفرصة اللي تناسب. يعطيكم العافية، ما قصرتم. شكرا، شكرا على كل شيء. شكرا، يعطيكم العافية، ما قصرتم.